الانطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة، وهذا شوط خاص بالجعدان المحليات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ. إذا دعوني أذهب مباشرة هناك مع صوغان على صدارة الشوط لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد مختار أحمد من يتواجد في عملية التضمير والتدريب، بينما ثاني المراكز من يأتينا هناك على ثاني المراكز يتواجد هملول لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، يتواجد جمعة بن عتيج الرميثي في عملية التضمير والتدريب. إذا هناك ثاني المراكز يتواجد مياس لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، يمعة بن عتيق الرميثي في عملية التضمير. انتقل مباشرة مع ثالث المراكز شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يتواجد ايضا احمد بن سلطان بن رشيد في عملية التضمير. المركز الرابع التحديات والدخول من عالي لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان، حامد بن علي بن احمد من يتواجد هنا في عملية التضمير والتدريب. اعود هناك الى خامس المراكز، المركز الخامس التحديات من الاسد لسمو الشيخ نهيان بن ذياب السيف آل نهيان، حامد بن علي بن احمد يتواجد. انتقل مع سادس المراكز بتواجد هملول لهجن الرياسة سعيد بن شطيط الوهيبي، يتواجد مع هذا الشعار ما شاء الله. انتقل مع المركز السابع، هنا ياتينا على سابع المراكز سلهود لصاحب السمو الشيخ محمد بن راهد المكتوم عمر بن مطر بن لاحج الهاجري في عملية التضمير والتدريب. المركز الثامن يصل هنا هملول لهجن الرياسة سعيد بن شطيط الوهيبي في عملية التضمير، بينما تاسع المراكز ياتينا مليح لهجن الرياسة ويتواجد سعيد بن دري الفلاحي في عملية التضمير، بينما هناك المركز العاشر ياتينا شديد لهجن الرياسة وحمد بن شطيط الوهيبي في عملية التضمير والتدريب. إذا هذا هو ندانا الأول مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام عشاق الأصالة والتراث. أعود إلى المقدمة صوغان، هناك الدماء الصوغانية، صوغان على صدارة الشوط، معالي الشيخ محمد بن بطي الحامد مختار أحمد من يتواجد في عملية التضمير والتدريب، شاهين من يأتينا على ثاني المراكز، هناك شاهين يتواجد شاهين بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد في عملية التضمير والتدريب، مياس من يأتينا على ثالث المراكز لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، يمع بن عتيق الرميثي ولكن ينخطف، وصل هملول، هملول بشعار هجن الرياسة هناك بقيادة سعيد بن شطيط الوهيبي، ينتقل إلى ثالث المراكز. المركز الرابع، الله 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 الله، الأسد يصل في هذه اللحظات لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان، حامد بن علي بن أحمد هو من يتواجد في عملية التضمير والتدريب. المركز الخامس يصل هنا سلهود لصاحب السمو الشيخ محمد بن راهد المكتوم عمر بن مطهر بن لاحج الهاجري، الكيلو، الكيلو متر الأخير، الكيلو النهائي، الكيلو الذي يتميز بالانطلاق القوي وبالسرعة أيضا المتميزة. هناك صوغان على صدارة الشوط، صوغان على المركز الأول، صوغان في الصدارة لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد مختار بن أحمد هو من يتواجد مع صوغان، يتواجد مع هذا الشعار، الله 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 الله. المركز الثاني ياتينا شاهين، شاهين، شاهين هناك على ثاني المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم الخطير، يتواجد احمد بن سلطان بن رشيد ولكن هملول، هملول يخطف الامور، هملول ينتزع المركز الاول، هملول ينطلق الى صداره الشوط هنا مع لائحه جوله الاوامر النهائيه، جوله الاوامر ال 500 متر الاخيره الخطيره، الانطلاق القوي، الاندفاع القوي، ما شاء الله تبارك الله، هملول على الصدارة، هملول باحث عن الهاتريك، الهاتريك، الهاتريك مع هملول، مع هذا الشعار، مع شعار هجن الرياسة بقيادة سعيد بن شطيط الوهيبي، مع شاطر، الشاطر على الصدارة، على المركز الأول، شاهين على ثاني المراكز، لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، أحمد بن سلطان بن رشيد، المركز الثالث، هنا هملول لهجن الرياسة، والمركز الرابع، هنا يأتينا سلهود لصاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم، المركز الخامس، هنا يأتينا هملول
هاملول لهجن الرئاسة، ولكن أعود إلى الصدارة المقدمة. هناك هاملول الصدارة، الله 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 الله، تهانينا والناموس للمرة الثالثة على التوالي لهجن الرئاسة، والتهنية لسعيد بن شطيط الوهيبي المركز الثاني، شاهين لسمو الشيخ حمدان بن رايب سعيد المكتوم المركز الثالث. المركز الثالث هناك هاملول لهجن الرئاسة، والمركز الرابع سلهود لصاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم، والمركز الخامس هاملول لهجن الرئاسة. هكذا كانت الانطلاقة، لحظات التوقيت الزمني من 4 كيلومترات لحظات وصول هاملول 6 دقائق 17 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، والتهنية موصولة لسعيد بن شطيط الوهيبي المركز الثاني. وصل هناك شاهين قاطع المسافة 6 دقائق 17 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن رايب سعيد المكتوم، والتهنية لأحمد بن سلطان بن رشيد المركز الثالث. وصل هنا